تشريفك لينا وتشريفك بالانعكاس يكون بين احضاننا، وان شاء الله يعني تحتفظ به الى الابد، وتضم اليه ان شاء الله درع الدوري ان شاء الله في الجاليه وبطوله افريقيا. ونتمنى لك كل خير، وفي ليله القدر احنا يعني بندعو لك وبندعو لكل الاحباء بكل الصحه والعافيه، وان شاء الله تتكرر هذه الندوه مره اخرى. انا بدعي بس في ليله هذه الليله المباركه، ليله القدر، ليله الجمعه، أن مصر تعدي بالنفق المظلم اللي احنا وضعنا نفسنا فيه. لكن اطمئناني الوحيد أن مصر المحروسة، مش كلام كده، ده ربنا سبحانه وتعالى كريم الله سيدنا موسى اتكلم مع ربنا في أرض مصر. سيدنا يوسف نبي وزير في مصر، اللي ذكر في القرآن، سيد طبعا سيدنا محمد اتجوز مريم، هو اتجوز مريم المصرية، خلاص سيدنا هاجر مصرية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في القرآن الكريم بصورة مباشرة 5 مرات وغير مباشرة 10 مرات. مش ممكن الوطن الغالي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه، هذا الإرهاب الأسود هيأثر فيه، وهذه المؤامرات الحقيرة اللي من تركيا وقطر وأمريكا هتأثر فيه. أنا بشكر مؤسسة أخبار اليوم والأخبار، وإن شاء الله بإذن الله يمكن أول مرة كأس الحرب من الزمالك يكون عندهم، وأنا في انتظار دعوتي أنا ومحاضراتي والنادي الأهلي واتحاد الكورة وكل الرياضيين النقاد المحترمين اللي بينتقدوا بموضوعية، عشان نقعد ونعمل بروتوكول في العلاقة بيننا جميعا، لأنه هذه المؤسسة العريقة لما ترعى هذا الاجتماع الهام، أعتقد بتأدي دور عظيم في رقي الجنة. يعني خلاص. قالك الفرق بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي. الإدارة الرشيدة في الأهلي محمود طاهر العظيم، والفاشل الفاسد دموع مرتضى منصور. فانا بعد ما كسبنا سموحه وخدنا الكاس، اللي كسب الاهلي قرار بقى حرف. طيب لما الاهلي اتغلب من سموحه، حضرتك بقى لا محمود طاهر فاشل ولا انا فاشل، لا محمود طاهر عبقري ولا انا عبقري، هو الراجل بيهيئ المكان للجهاز الفني ولاعيبته وشكرا. وانا نفس القصه بهيئ، لكن لانك انت مغرض بيشوف حاجه اللي هو عايزها، انت مغرض. طب انا دلوقتي كسبت سموحه اللي كسب الاهلي، ايه رايك في عبقريه مرتضى منصور؟ لا مش عبقريه، انا كده بجد يعني مش عبقريه، لا يعني عايز اقول لك ايه، ان انا ماليش دور. انا هيأت قبل ماتش الاهلي اللي اتغلبوا فيه، هيأت نفسيا ومعنويا، وهيأت قبل ماتش سموح. انا عندي لاعب جاب جون في نفسه وضيع بلانتي، لو ما جابش جون في نفسه وبلانتي ما ضاعش اكسب الاهلي. هتقول على عبقريه مرتضى؟ لا، ده اللعيبه وجهاز. ف برضه ده شيء يعني محزن. ويمكن أنا قابلت محمد شبان صاحبي جدا رئيس الرابطة، وقابلت النائب بتاعه إيهاب، كنا في إفطار وكان وزير الشباب موجود. وزير الشباب موجود. فهم بصراحة يعني قالوا لي إحنا ما كناش قرينا اللي كان مكتوب. يعني مكتوب في الأخبار اليوم فوق كده عمود كده البلطجي المجنون اللي مش عارف إيه. يا عم أنا بعمل إيدي كده ما بتنسى شيء. يا عم حرام عليك. واخد بالك؟ ومكتوب بقى في مجلة الأهلي بقى الكلب الابيض الابيض الذي يعمل، احنا ما عرفناش الكلام ده. لكن لازم يتم لقاء بيننا وبين النقاد الرياضيين بعد العيد ونعمل خطه. حضرتك انا مش ملاهي، حضرتك شايف حاجه اصلا انتقدني انتقدني، بس انتقدني ما تشتمنيش. يعني في فرق انك تقول مرتضى منصور في الجزئيه دي مثلا عمل كذا، لكن بتقول مرتضى منصور كلب، لا ما انا مش هسمح لك بالكلام ده. ولو حتى بقيت رئيس وهتقول لي هتبقى رئيس جمهوريه واسكت، لا مش هسكت. تمام؟ فاحنا هنعمل لقاء باذن الله مع الرابطه ومع النقاد الرياضيين، هنعمل حفله باذن الله بعد العيد، وانا ما عنديش مشكله نعملها هنا في مؤسسه اخبار اليوم، نعملها هنا بيجي مجلس الاداره، وما عنديش مشكله يجي مجلس اداره النادي الاهلي، لان انا اكثر واحد ساند محمود طاهر في الانتخابات هو ومجموعته. تمام؟ ما عنديش مشكله نقعد انا ومجلس اداره النادي الاهلي والنقاد الرياضيين تحت رعايه مؤسسه اخبار اليوم ونعمل حوار، لانه من غير اهلي وزمالك يا جماعه مفيش رياضه. والخناقه انا اسف اسمها خناقه عبيطه، يعني خناقه على ايه؟ لجنه الانديه بيقول لك انه مفيش هبوط وفيه هبوط، هو كان موجود
استاذ فتحي وانا قلت يا جماعه شكلوا لجنه وزي ما تقول اللجنه انا موافق اهو كانوا الموجود حاضر واحمد رفعت اللي هو في نادي الزمالك ابن الزمالك وقف اختلف معايا قال لي انا رايي كذا كذا علنا راي فني ده راي فني تمام فاحنا بنقول اهو من خلال المؤسسه العريقه دي انا ما عنديش مانع استاذ ياسر يدعو حسين وزير الشباب والرياضه المحترم راجل محترم يدعو رئيس اتحاد الكوره المحترم ويدعو محمود طاهر مجلس ادارته والزمالك ومجلس ادارته والنقاد الرياضيين والنقاد الرياضيين بعد العيد ونيجي نقعد ونيجي نقعد هنا خلاص عشان نثبت للناس وده اللي انا عملته على فكره في ماتش الاهلي والزمالك انا اللي عملت البروتوكول ان احنا ننزل مع بعض كنت عايز محمود طاهر يحضر عشان ننزل نسلم على وعلى فكره التوجه الاول لعيبه الاهلي كان اقتراح انا سلمت عليهم بكل حب وود ثم لعيبه الزمالك حتى دكت الجهاز الفني دخلت على فتح مبروك الاول وكنت اتمنى محمود طارق كان يبقى فيه ايد لان اللي حضر النائب بتاعه المحترم الدكتور احمد سعيد تمام وكانت المشكله خلصت ساعتها فاذا كان في ناس يا جماعه مستفيده من الهوه دي من الخلاف اللي بين الاهلي والزمالك النهارده انت لما تقعد تشتمني ومحسوب على محمود طارق طب انا هزعل من محمود او حد عندي بيشتم محمود طاهر محسوب عليا طب محمود طاهر ايه فانا بقول اللي اقترحه بقدمه للاستاذ ياسر احنا بنرحب بيه ونبتدي نادي عليه يوم السبت ان شاء الله بكره السبت بصلوات استاذ فتحي سند استاذ جمال استاذ زمايلنا في الاخبار مش على سؤالك يعني في كلام عن الاستقرار في ناس قالوا ان هي اشتغلت يعني شغل قالوا ان هو فتح بص ويليام شغل مع معروف يوسف قال لك انه لا معروف يا معروف يوسف موجود رحنا له الفيزا بتاع في المجنبي اللي راجع ويليام شغل البطاقه الدوليه بتاعته وصلت يا بيه بطاقه هيلعب يا بيه بطاقه دوليه ازاي؟ كان بطاقه دوليه وصلت خلاص هو لعب في ماتش يا بيه بص ويليام جمهور مع احترامي الشديد ليه بطاقه دوليه وصلت ازاي يلعب في البرتغال بغير بطاقه؟ طب هو يعني المشكله دي هتحل ازاي؟ هو دلوقتي موجود في الفريق البرتغالي ولعب امبارح اول ماتش وقف جمهور ومعروف لا معروف خلاص الفيزا راحته خلاص الصوره دي مع اعضاء نادي الزمالك ومعايا منتخبات وناس من غيرهم يعني انا ما عنديش مشكله برضه نفس الكرافات او كرافات غير الشيء لا ده انا بقول لواحد سنتك سودا وهتشوف ايام اسود بكتير وده انا قلته لشوبير اي فتره محدده وقعدت قلت لباسم يوسف وانا على فكره انا اللي قفلت برنامجه علاقاتي بالسعوديين يعني دي لقطه متكرره وانا اللي بيت اسمها البنت اللي اسمها مصري دي انا اللي قفلت لها قناتها واخد بالك ففي اللقطه دي هتلاقيها في كل مكان لما حد بقى بيتجاوز هبعته لها لمين المره الجايه؟ اللعبه اللي جايه هقولها لمين؟ هقولها للارهاب اي ارهابي في مصر يخرب في بلده عايز اقول له اتقي ربنا في الاسلام انت بتشوه الاسلام والمسلمين اتقي ربنا في وطنك انت محمد مرسي اللي هيحكمنا اللي موتنا زي لعيبه بتوع الزمالك يا يلعب بالعافيه وتايده ولا يقعد يقول لك اديني فلوسك على ممدوح عباس هو ده اللي بيحصل بالظبط فانا بقول ده الصبح ده للولد اللي قال انا بلجيكي هو انا يا ابني بشتري ازاز هتخوفني بلجيكا اذا كان اوباما في عز جبروته قلت هديله بجزمه في عز جبروته وبعدين ده انت سيرتك سودا ده انت هتشوف ايام اسود موتين جايه دي قدام باب نادي الزمالك وكنت طالع من النادي لا وكنت ده الجمهور المحترم اللي كان حواليا ودي كانت كنت طالع من النادي والجمهور كانوا فايزين في ماتش والجمهور حواليا وانا خارج من جوه النادي دي نفس المصري ما راجل كنت نازل انتخابات وقعدنا واجتمعنا معاه وانا قلت مرتضى اقعد معاه واشوف فكره ايه الكلام ده طب المواطن المصري بقى الغلبان طب يكلم مين؟ زكريا عزمي في عز فساده كنت بكلمه بيرد عليك يعني مش 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 يعني عايز اقول ايه مش قوه او عوده لل يعني 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 مثلا اقول لك حاجه ممدوح عباس ده ربنا يمسيه بالخير كرئيس نادي الزمالك راح مصطفى محمود في 1-2
فلعبت مصطفى محمود وليلين، راح طالع على ميدان التحرير بالليل. خلاص اول ما جه محمد مرسي، اول ما جه جاب احمد ابو بركه ومحمد محسون المحامين بتوعه على طول فوره. لما جه السيسي سال الرئيس السيسي راح قاعد. خلاص انا عايزه مش عشان ممدوح عباس، في 100 ممدوح عباس، الناس المتلونه اللي بتروح يمين وشمال ويمين وشمال. انا من اول يوم ليا موقف من 25 يناير، اقول الانتفاضه الحقيقه 28 يناير، 25 يناير دي كانت مؤامره متقتله. وانا مش بقول بقى، ما هو دلوقتي انت الناس راحت شهدت في المحاكم وقالت يا جماعه كان في ترتيب، واللي جاي من قطر جاي اليوم، واللي جاي مش عارف مين. ده 25 انتفاضه الشعب الحقيقه لما نزل 28 يناير، الناس اللي ضد الظلم وضد الفساد ونزلوا بقى وضد انتخابات مجلس الشعب اللي انا بشرت في 17/12 بسقوط النظام، عشان دي القشه التي قسمت ظهر البعيد. راجل زور الانتخابات وكتب ثلاث مقالات في الاهرام اللي هو احمد عز، طبعا كلنا قراناها، يتحدث عن نزاهه الانتخابات وعبقريته هو لغايه ما وقع النظام. فالنهارده لازم انا كراجل في مؤسسه الرئاسه اشوف دول مين، اشوف البني ادم اللي الرئيس هيقعد مع مين. لان انا لما اشوف فلان الفلاني اللي انا عارفه كويس انه فاسد وكان مع الاخوان، ما بتكلمش عن الموضوع بس بتكلم بصفه عامه، انه فاسد كان مع الاخوان وكان مع حسني مبارك وكان مش عارف مع مين وكان مع مين، وفجاه بقى مع الرئيس المحترم بقى النضيف اللي ما عندوش اجندات ولا اهل ولا عشيره الا شعب مصر، انا هحط 100 علامه استفهام. اتمنى ان مؤسسه الرئاسه الناس اللي حواليه، ودايما من يفسد الرئيس هم من حول الرئيس، او زي انا مسميهم عبده الكرسي. وانا اديت مثلا قبل كده لما نجحت على الدكتور كمال درويش سنه 2005، فناس كتير جايه بتبصني ومباركالي وفرحانين، فناس يقولوا لي ايه على فكره كان ضدك مع كمال درويش، يقول عمره ما كان مع كمال درويش، ده مع الكرسي. يجي جلال يبقى مع جلال، يجي مرتضى يبقى مع مرتضى. هم دول اللي اما يرفعوا، وده على مستويات يعني، هتلاقيها في مؤسسه مجلس الاداره كرئيس مجلس الاداره، هتلاقيها في رئيس التحرير، هتلاقيها في كل مكان. فانا بتمنى ان الناس اللي كانت بترد على تسميات المواطنين وبتكلمهم ومتواصله معاهم تعرف ان لما في، لان النهارده هيبقى قدامك حل من الدنيا، تطلع في التلفزيون تقول المشكله وتفجر قضيه وممكن اللي انت هتقوله دوت الناس تسمعك انت مباشره، وتبقى بتهدم جزء من النظام انت حابه وبتحترمه. يا اما انت تسمع المشكله زي ما انا بتكلم دلوقتي، تسمع المشكله مني ومن محمد ومن فتحي، واخد بالك؟ وبعدين تفحصها، والله طلع كلامنا كلام عاقل ومتزن ويصب في صالح الوطن بناخد بيه. والله لقيت كلام هاكس والناس بتتكلم ايها جايز على رايفك في السند، واخد بالك؟ دايما اقول لك ايه ده كلام كويس، واخد بالك؟ خلاص خد واسمع من هنا وارمي من هنا. انا في النهايه بشكر مؤسسه احضار اليوم، هذه المؤسسه العريقه، هذه المؤسسه اللي خرجت اجيال عظيمة. انت منتمي ليها يا استاذ؟ انا لسه قلت طبعا. طبعا. طبعا احنا عارفين اربع سنين. احنا فاكر كنا طبعا استاذ محمد سعد الله يرحمه كان هو الاب الروحي طبعا. فكنا بالليل نيجي نقعد ناكل معاه ويقعد يشتم فينا، اقعد يا ولد مش عارف ايه، وتعرف طبعا محمود صلاح ومحمد رجب وكل المجموعه دي، واخد بالك؟ فانا بشكر هذه المؤسسه العريقه، سواء اخبار اليوم او الاخبار، وطبعا ربنا موفق انا مش بجامله. هذا هو الوضع الطبيعي لياس الرزق، ده صحفي متميز اي مكان اشتغل فيه قدم بصمه جديده، وانا شايفه النهارده مقدم كوكبه من الكتاب مختلف يعني، ناس مختلفه الاتجاهات، من سيد حجاب لكل الناس انا شايفه النهارده. انا حد افتكرتهم دول افتكرتهم المحافظين خلاص. واخبار اليوم والاخبار طول عمرها ليها طعم وليها رونق وليها، يقول لك ايه الطبخه دي فيها نفس، اخبار اليوم يعني فيها نفس. فعشان كده حضرتك بتزعل احيانا بالظبط من بعض. لا في حاجه مهمه، انا من ساعه ما اتولدت ووعيت انا بقرا جرايد كلاتي برتبها كده، ولو جورنال قبل جورنال ما اقراش، وده مش بجامل، اخبار جمهوريه اهرام وبعد كده بقى مصر بالترتيب كده. انا بقرا الاهرام اول صفحه وصفحه الوفيات والرياضه، تمام؟ الجمهورية أول صفحة ورياضة، وأشوف محمود معروف كاتب إيه؟ لازم. كاتب بقى عن بديع مصابني مش عارف عن إيه. بعض أبناء الزمالك بيبقى في أزمة وده بيكلمني عن هدى مش عارف إيه. هدى سلطان. أي كلام يعني، تمام؟ والله بجد مش بجامل، الجورنال الوحيد اللي بقراه من الجلدة للجلدة الأخضر. لأنك عندك أولاً عندك صفحة الرعب.
شرم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقبل كده ابن دار اخبار اليوم اللي بدا حياته في اخبار اليوم من قرابه 40 سنه ما اعرفش بقى سوء حظنا والحسن حظه ترك دار اخبار اليوم وانخرط في سلك القضاء المصري محترم بنقدره ونجله جميعا ثم اختار بعد ذلك انما وجد ان استمراره في القضاء يعني لا يجعله استمراره في ذلك الحين مع اوضاع كانت موجوده لا يجعله يشعر براحه نفسيه وضمير مستريح ترك سلك القضاء وانضم الى اسره المحاماه واصبح على راس ابرز المحامين في مصر معروف عنه عشقه لنادي الزمالك الذي يدخله كثيرا من الاحيان في صراعات لكن في الحقيقه كلها من اجل احقاق الحق وده معروف عنه موقفه في فتره الاحتلال الاخواني لمصر كان موقف مشهود يعني لم يساوم كبعض الناس ولم يعني يدخل في حلول وسط وصفقات تحتية حتى لو كان السمع هو تهديدات وضع أرقام الاحتيالات استشار مرتضى منصور معروف كشخصية عامة ومعروف بين جماهير الكرة المصرية احنا بنرحب بيه ونتمنى له كل التوفيق وبنهنئ نادي الزمالك بيه وبنهنئ نادي الزمالك وجماهير الزمالك بكأس مصر وانا دي بره الكلام وعايزين بقى السوبر والدوري الراجل قال لك هو بيشجع هنا طب من كل زمالك بنرحب تاني بسياده المستشار مرتضى منصور و يعني احنا متوقعين ان نسمعه قبل ما ندخل في حوار معاه حول الكره المصريه وغيرها. فاروش وطبعا موسى صابر كل الناس دي انا كنت بقابلها هنا وفي الفن كان احمد صالح في الرياضه كان الاستاذ عبد المجيد نعمان يمكن قعدت 4 سنين متدرب في المؤسسه الاستاذ محمد زعزع طبعا في اخبار الحوادث اساسي طبعا 4 سنين لكن انا لما اتخرجت فوقت وطلعت الاول يمكن من الصدف يعني انه الاول كان محمود كامل رشيدي اللي بيحكم الرئيس السابع حسني مبارك وانا في الاول بقرر هو راح الاسماعيليه سويسرا وراح الاسماعيليه يمكن اول شخصيه تعرفت عليها في الاسماعيليه والد الاستاذ ياسر الاستاذ فتحي رزق كان هو مندوب الاخبار في مدينه الاسماعيليه ده يعني من الصدف فانا طبعا بعرف الوالد قبل هذا الاسد من ذاك الاسد يعني الاسماعيليه مدينه جميله يمكن مرتبط معاها ذكريات جميله لان دي اول بلد انا اشتغلت يمكن الاستاذ ياسر رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير اشار الى فتره الاحتلال الاخواني اللي هي انا شايفها انها أسوأ من فتره الاحتلال التركي والملكي والهكسوسي وكل الفترات. لان هذه الفتره رجعنا يعني برايي انا رجعت مصر حوالي 100 سنه ورا. ويمكن برضه الاستاذ ياسر لما قال ان انا مخوف لا انا كنت زعلان جدا لانه في قايمه الاحتلالات كانت 30 انا رقم 29 وعمري ما اتعودت ابقى في الاخر يعني دايما بالاول اول مقرر كان حاطيني رقم 29 لكن المدهش ان السيد رئيس الجمهوريه السابق محمد مرسي استعمل سيف المعز ودهب يعني بعت لي ان انا بالمستشار القانوني معاه فانا قلت يعني انا مع احترامي الشديد ليه ده راجل اهبل لما طلع في التلفزيون وحددني وقال انا بتامر عليه في بيئ مكتبي ومعايا السيد احمد المستشار احمد زين وعبد المجيد محمود وداني الجبالي فانا ضحك عشان نادي نظام حكم قلت له يعني روح ادي نظام حكمك الاول ما عندكش اصلا نظام حكم. لكن انا عايز اكلمك استاذ ياسر بصراحه كمواطن مصري انا محبط وحزين من اوضاع بعد
السيد الرئيس السيسي. ليه؟ انا بقالي ساعه ونص جاي في الطريق في مسافه لا تتعدى يعني من بيتي في المهندسين اللي انا بعدي الكوبري. يعني انا كنت متصور انه انا مش ضد ان الناس تستلزم، لكن انا حقي كمواطن فين؟ انا حقي كبني ادم ماشي على رصيف فين؟ انا حقي كبني ادم راكب عربيه فين؟ انا كنت اتصور انه، وطبعا موقفي من السيد الرئيس السيسي معروف جدا، يمكن انا دخلت في تحدي مع الاخ عبد الله صباح، يمكن اول واحد كشف الشيكات اللي خدها حزب وطن المنتنى، وقلت له تعالى اعمل معايا مناظره. لكن انا محبط. محبط ليه؟ انا اتصور ان دوله القانون تبدا باحترام حديده هي شرط الامور. هذه الحديده لو انا احترمتها يبقى انا احترمت الدوله ومعادله دوله القانون. اللي انا شفته بصراحه وانا جاي شيء محزن ومؤسف. حضرتك تقول لي احنا لسه، تعال شوف انا في نادي الزمالك، يمكن الاستاذ ياسر جه، نادي الزمالك ده انا بعتبره مصر المصغره. نادي مليون ب 306 مليون، دخلنا لنا 6 جنيه فيه بس، عندنا مستحقات لعيبه بالملايين، البنيه التحتيه متهالكه، مفيش حمام نظيف، مفيش ارض نظيفه، مفيش مفيش مفيش. في ثلاث اشهر تعال شوف اللي اتعمل في نادي الزمالك، اعتقد احنا يمكن اسبوعين بكثير وهنفتتحه. حمامين سباحه، ملاعب اطفال، ارضيات رخام، حمامات جديده للناس، كراسي، ترابيزات. يعني انا اتصور انه البني ادم لما في حد جديد بيجي لازم يحس ان في جديد. الجديد انا كنت اتصور ان دوله القانون تعود. احنا طبعا مع احترامي للسيد الرئيس واحترامي للمهندس ابراهيم احلب والجهد العظيم اللي بيعمله، يعني امبارح كان في توشكا، واول امبارح كان في المنزله، وكل يوم في بلد. لكن في النهايه انا كمواطن المردود عندي في عيني الشارع. انا مش شارع، انا مش شايف شارع بالضبط. ويمكن سبب رئيسي من عدم انضباط الشارع هو الانفلات الاخلاقي اللي حصل من 25 يناير. ان الناس افتكرت ثوره يعني فوضى. ثوره يعني اقف في نص الشارع، يعني اقطع الطريق، يعني توك يمشي عكس الاتجاه. لا، دي مش ثوره، دي الفوضى. فانا بس بالمناسبه يعني وانا شايفك عملت كذا ندوه وكان حاضر فيها السيد الرئيس، ويهمني موقع اخبار اليوم اللي بنشوفه الملايين يعرف ان في ناس بتأيد السيسي، بل كانت دعم لي، وانت عارف ان انا عملت معاها كذا لقاء تدريجي. حزينه لان انا مش شايف لغايه دلوقتي ان دوله القانون عاد. طبعا جزء من دون الارهاب والشرطه اللي برضه عندها تشغيلها كل يوم، والولاد اللي هم بيروحوا مثلا في ماتش يروحوا يولعوا في الماتش، في الجامعه يروحوا يولعوا في الجامعه. لكن ده محتاج دوله القانون. وانا 5 سنين يا استاذ ياسر في مجلس الشعب ضد قانون الطوارئ، لان انا في يوم من الايام تم اعتقالي من زكي بدر بسبب ان انا ضربته، كان ايام وزير الداخليه مفتري، بسبب قانون الطوارئ اعتقلني 3 اشهر. فانا اكره قانون الطوارئ كراهيه عمياء. لكن انا النهارده محتاج قانون الطوارئ، محتاج قانون الطوارئ للارهاب والبلطجه. حضرتك النهارده بتشوف في مترو، اي مترو، عمال ولا بتاع بياعين مع بعض، اتخانقوا بيطلعوا السلاح ويضربوا بعض. البلد في حاله، يعني البلد يمكن ما مرتش بحاله استثنائيه. استاذ عمار واسكت. استاذ عمار على سيره المشروع بقى ده انا بعرفه برضه. انا قلت يعني اول دفعه 75. ايوه مظبوط. اول دفعه اعلان. النهارده البلد في بتمر في ظروف استثنائيه. لو انت ما عملتش قانون طوارئ اليوم والسلطه التشريعيه في يد السيد رئيس الجمهوريه، معلش هناخد على الرياضه شويه، لانه انا شايف ان المسائل كلها داخله في الرياضه، داخله في السياسه، داخله في الفن. يعني برضه من الاشياء المؤلمه المحبطه ان رمضان هذا الشهر الكريم تحول الى في التلفزيون المصري الى شهر، انا اسف، حضور للعاره وسفاله وبهطجه. حضرتك طب انت بتتكلم ليه عن الشارع اللي احنا بنتكلم فيه بقى، البلطجه اللي في الشارع، وانت بتروج في البيوت للدعاره؟ يعني ما واحده تقول لواحده يلا يا وسخه، فين ده؟ فين ده؟ وبعدين حتى الاعلانات اللي موجوده في التلفزيون مطالعين شعب مصر، يا اما متسول، يا اما مريض، يا اما اهبل. احنا شايفين دوت. لا، شعب البتاع اللي دلوقتي كل شويه يكسر بيكسر مش عارف فازه وطالع امه عبيطه، واخد بالك؟ والواد التاني اللي اسمه تامر رايح يشتري ذهب. ف ايه ده؟ ايه كم الاعلانات اللي مطلعها شعب مصر ده؟ شعب قبله. ايه ده؟ فبصراحه انا كنت متصور ان الاداء
بعد انتخاب السيد رئيس الاتحاد. الاداء مش على مستوى طموحات الشعب. صاحب والد ياسر استاذ فهد كلاس. ايام كنت بعمل موسوعه يمكن اضخم موسوعه في القانون كان عندي 27 سنه اللي كتب عنها عصام استاذ عصام حشيش صفحه اولى عن اضخم موسوعه قانونيه بالظبط احمد سامي السامي دي ايام كنت وكيل ما كانش شعره طويل شويه كنت حليله والنسوان كانت ايه لغايه دلوقتي مازال كويس. عايزين نقول توقعات حضرتك للزمالك في افريقيا بعد اقرار الصفقات. لا مفيش توقعات، انا بتمنى الزمالك يفوز باذن الله. عايزين نعرف حقيقه المفاوضات مع حسن شحاته والتوا حسام ابراهيم اللي هو اقسم بالله العظيم انا ما شفت حسام ابراهيم من اكثر من ساعه ما قابلتهم في مطار القاهره ورايحين خلاص؟ ولا ليه علاقه بحسن شحاته اليوم التكريم لما جه وكرر في نادي الزمالك الحلقه 14. سر عدم وجود ايمن يونس في منظومه الزمالك. لا هينضم احنا لسه بدايه الدوري بقى ده هو ايمن يونس كان بيكلمني قال لي بعد ما شفت اللعيبه دي والسياسه اللي انت عاملها واساله والانشاءات المعموله انا بندم اني ما نزلتش الانتخابات. ميدو هيكمل لو الفرقه ما كملتش؟ مين؟ ميدو هيكمل لو الفرقه ما كملتش؟ نحترم التعقد. انتوا قعدت بلقاء مع الرئيس السيسي للرياضيين تندم على ان هو بس لا هو لا بقول لك هو قال يعني هو كلمني قال ان انا ندمان اني ما نزلتش علشان اللي انا شايفه في النادي من منشآت واللي انا شايفه من اللعيبه المتميزه انا هو قال كده انا ندمان ما نزلتش. انتوا قعدت بلقاء مع الرئيس السيسي ومع الرياضيين ايه بقى اللي والله احنا في انتظار هذا اللقاء زي ما قعد مع رجال الاعمال هيقعد في يوم من الايام مع الناس المحترمه ان شاء الله. المصالحه بتاعتك مع شوبير كلام نهائي ولا في جديد؟ كلام نهائي. والله شوف الراجل السيسي قال كلمه ما خدش لسه رئيس جمهوريه. خلاص والقصه خلصت في 5 ثواني، لا شوبير بينافسني في النادي ولا بنفسه في الاعلام. طول ما هو ملتزم انا بحترم اي حد ملتزم. خرج عن المالوف عندنا الوسائل القانونيه وغير القانونيه تقول غير القانونيه ان انا بقطعك بس. البطولة الكاس وهي الأولى تحت ولاية حضرتك. إيه شعورك بأول بطولة وماذا تمثل ليك؟ لا أنا فرحان بس عشان الجماهير. يعني أنا فرحان عشان الجماهير فرحانة بس. مين هو أحسن لاعب في الدوري من وجهة نظر المستشار مرتضى منصور؟ أحسن لاعب 2 في سموحة حمودي وطارق حامد والولد بتاع النادي الأهلي الناشئ اللي اسمه عمر عمرو جمال وفي نادي الزمالك محمد عبد الشافي. هيجوا امتى الزمالك يا نعم؟ هيجوا امتى الزمالك؟ ما باخدش لعيبه من النادي الاهلي. واحسن مدرب؟ احسن مدرب في الدوري محمد يوسف فتحي مبروك الناس اللي طلعت احمد رصيدي مختار مختار وطبعا وخالد القماش عمل شغل في الشرطه وطبعا احمد حسام لانه من مجموعة شباب وخد الكاس. مثلك الأعلى في الإدارة الرياضية؟ 3 صالح سليم، نور الداني الله يرحمه، محمد حسن حلمي. رأيك في التحكيم المصري وعودته بعد 18 سنة؟ 100% أنا يعني بصراحة شيء مبهر مجموعة من الشباب والأخطاء الفنية العادية دي أخطاء بشرية. تقول إيه للمهندس محمود طارق؟ أقول له ابعد عنك وليد والدنيسي وشوقي حامد حامد عز الدين صاحبي يقعد عندي في المكتب وبعدين يروح شددني لا بس حامد يعني هو يعني راجل مؤدب يعني لا انا عايز اقول الزرقاني ان شاء الله باذن الله خير باذن الله ان شاء الله باذن الله عايز تبقى اخوان اضرب ده انا مش عارف لكن انا حزين اللي كتب لا ولازم الناس تعرف هو بيشتم ليه لانه جالي عايز يرفع دعوه على مؤسسه اخبار اليوم وكان معاه محمد اسمه صلاح امير الزهار كان ساعه امير وقلت له مش هرفع قضيه على اخبار اليوم لو السبب طبق على الارض وعامل لي توكيلات على فكره دي المؤسسه اللي انا اتربيت فيها دي المؤسسه اللي انا كنت باكل فيها دي المؤسسه اللي انا جيتها وانا كنت عيل عندي 17 سنه ف
فمن يوم ما اشوف كام سنه بيقعد يشتم فيه. ده السر ان هو عامل الحمله دي عشان الناس تبقى عارفه. واتحداه قولوا له هو قال كده وهشوف اي حاجه لازم يقعد يشتم. طبعا مع احترامي الاخ تاني موجود في اخبار الرياضه يحيى زكريا الابيض، عايز اعرف عايز ايه؟ ساعه يقول لك مرتضى ده اعظم واحد في التاريخ، وساعه يقول لك ايه ابوه في صندوق الزباله. يا ابني انا اعظم ولا صندوق الزباله؟ فاكر هو في ايامك برضه لا 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 اول ما اشوف انك طالع وجاي يفضل يهرب ويلف بالظبط كده. تعالى يا يحيى تعالى يا عم يحيى اول ما اشوف مفيش حد بالظبط كده، انت اعظم واحد هو قدامه تمام. فللاسف الشديد بقول تاني انا لست فوق النار ولا مجلس ادارتي، بس فارق بالنار وشتيمه. طب ما احنا بننقدك على فكره يا دكتور، واحيانا كتير بكلمك وتليفون بالظبط التلفزيون بالظبط بيقول حاجه بقوله انا مختلف مع حضرتك واقول لك وبكلمك بقول لك بوضح لك دي، لكن بتقول ايه كلب حاكم البيت الابيض يعوي لا تقيل ابدا. لما تكتب الاخ اللي اسمه ايه دوت اسمه اسامه خليل ده واخد بالك اللي هو بيلبس بيجامه فوق بلوفر ده، لما يكتب كده ان نادي الزمالك نادي الرعاع والبلطجيه انت زملكاوي؟ طب انا يا عم، طب حسن حلمي كان زمالك الرعاع، نور الدالي، جلال ابراهيم، كمال درويش، حسن عامر، ابو الفتوح، حيدر باشا، يا اخي ده نادي احنا حاطين يافطه جديده على النادي دلوقتي، نادي الوطنيه والكرامه، وانت زملكاوي؟ انا اشك في ذلك. عبد الواحد السيد مدير لشؤون اللاعبين ولا في كلام؟ اذا وافق عبد الواحد السيد ده تاني تكريم ليه، مش عايز هو حر، عايز يلعب شويه تانيين خلاص بحريته الشخصيه. احنا بنشكر حضرتك يا سياده الاستشاره. لينا باسم بوابه اخبار اليوم بنتوجه الشكر لحضرتك لتشريفك لينا وتشريفك بالانكاس يكون بين احضاننا، وان شاء الله يعني تحتفظ به الى الابد وتضم ليه ان شاء الله درع الدوري ان شاء الله في السنه الجايه وبطوله افريقيا. ونتمنى لك كل خير، وفي ليله القدر احنا يعني بندعو لك وبندعو لكل الاحباء بكل الصحه والعافيه، وان شاء الله تتكرر هذه الندوه مره اخرى. انا بدعي بس في ليله هذه الليله المباركه ليله القدر ليله الجمعه ان مصر تعدي بالنفق المظلم اللي احنا وضعنا نفسنا فيه. لكن اطمئناني الوحيد ان مصر المحروسه مش كلام كده، ده ربنا سبحانه وتعالى كريم الله سيدنا موسى اتكلم مع ربنا في ارض مصر. سيدنا يوسف نبي وزير في مصر اللي ذكر في القران سيد طبعا سيدنا محمد اتجوز مريم واتجوز مريم المصريه خلاص سيدنا هاجر مصريه ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في القران الكريم بصوره مباشره 5 مرات وغير مباشرة عشرات المرات. مش ممكن الوطن الغالي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه هذا الإرهاب الأسود هيأثر فيه، وهذه المؤامرات الحقيرة اللي من تركيا وقطر وأمريكا هتأثر فيه. أنا بشكر مؤسسة أخبار اليوم والأخبار، وإن شاء الله بإذن الله يمكن أول مرة كأس الحرب من الزمالك يكون عندكم، وانا في انتظار دعوتي انا ومقاراتي والنادي الاهلي واتحاد الكوره وكل الرياضيين النقاد المحترمين اللي بينتقدوا بموضوعيه عشان نقعد ونعمل بروتوكول في العلاقه بيننا جميعا، لانه هذه المؤسسه العريقه لما ترعى هذا الاجتماع الهام اعتقد بتادي دور عظيم في رقي الرياضه في مصر. يعني خلاص يعني تحب الفتره تبقى ايه؟ زيرو من 20 سنه. ايوه بس هو حتى الفتره هو جاي لا يعني بعد العين ان شاء الله. واخد المخبر بعد ما نفطر. بعد العين ان شاء الله. الايد المرتعشه ملهاش مكان، والا بقى طب الناس انتخبت السيسي ليه؟ عشان تعود دوله القانون وتعود هيبه الدوله. خلاص انت مش قادر وخايف عشان يمشوك؟ طب طول ما انت خايف طب ما تلغي الدوري بقى. للاسف الشديد. فانا كلام واضح النهارده السيد رئيس الوزراء في مكالمه طويله قلت له انا اسف مش هقدر العب من غير الدوري. وقلت له الحلول اللي انا قلتها دلوقتي. انه شباب يجي من وزاره الشباب يبقى الملعب مليان.
وبعدين ماتش زي الزمالك، ما هو الاهلاويه لو افرض عساكر والشباب ده اهلاويه لازم يكون كلهم يشجعوا الزمالك اللي مصر، ونفس القصه مع النادي الاهلي. انما لا لا كل مدير امن خايف، كان وزير الداخليه كانوا هيفجروه مش خايف، وعمل يلف مش عارف من السويس للاسماعيليه لمحور 26 يوم. مش ده وزير الداخليه مش هنعمل حاجه يعني لو يا ليه المريض عشان يتعافى، لو دمه نايم على السرير وخايف ينزل هيموت على السرير. عندنا فقره في ندوه ادوات اخبار اليوم دايما اسمها شريط الذكريات، بنجيب لك صور عندنا مش موجوده غير في الشريط بتاع اخبار اليوم، هتقول لنا قصه. ربنا يستر يا مستر، جايب صور ايه؟ دي لما كسبت القضيه والناس شالوا لي ودخلت دخلوا لي دي محمولا على اعمارك عشان يفوز الموضوع عباس. دي في ماتش احنا كنا هنا في الاستاد على ما اعتقد، ده في الاستاد وكان في مباراه وكنا كسبانين وانا فرحان والناس كلها فرحانه. ودي كرفطة دي بتجيبها من الله. دي فيلتي ايام ما كانت فيلا. ولما اولاد بعض المنتسبين للنادي الاهلي راحوا عصروها في رمضان وعوروا اميره بنتي يا مولا شرخ في قاعده الجمهور. دي خلاص بيها. الهلال السوداء. لا دي لا دي في المحكمة، دي محكمتي وأنا بترافع لعودتي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعد ما شطمني الأخ ممدوح عباس. دي مجلس الدولة. طب هتخش بتوع ممدوح عباس؟ نعم؟ في دلوقتي إجراءات شرط بالإسقاط قضية ممدوح عباس. ودي بس بيت الصور. شكله شاطر. ذكي أنا ممكن أشوفه. لا هو هنا الصوره دي مش عندي والله. الصوره دي انا كنت تخين شويه وكنت قايمه لسه في توب. ده اللي هو محمد سكري لما نجحنا وداخلين النادي نشوف الانشاءات اللي احنا المفروض نعملها. كان ايام هو كان معايا ورانا خالد لطيف اهو ايام كان لسه صغير. ومعاه جنبنا وفي واحد من قاعدين هنا في اهو. الاخ الصحفي هو موجود صوته. لا ده محمد، لا ده محمد اهو. لا ده مجلة محمد شو ده؟ محمد احمد شكله احمد محمد. انت شفت لي مرة احمد بس لا هو شبه لا الافندي ده بيكتب في النبأ على طول يقول لك ايه يقول لك ايه ميدو حلقه لمرتضى منصور فانا جبته يا ابني قلت له ايه ده بجد قلت له ميدو حلقه قال لي عشان ابيع قلت له طب مش عايز تبيع مفيش دخول في نادي الزمالك لغايه ما تكتب اكتب يعني اكتب نقد الميدو ليا حلقه لي يعني حلقه لي عمل لي ايه؟ لا هو عشان احمد دي برضه بترافع لما اتشطبت وخدت حكم واتشطبت ممدوح عباس شطبني عشان النادي الاهلي شطبني حاجه غير طبيعيه قال لك وبناء على شطب النادي الاهلي انا بشطبه بس مش حلوه الصوره دي بتخلف لا هتلاقي معظم صوري في المحاكم بس الغريب بقى لا الغريب بقى لما كنت بترافع لما اتحل مجلسي بدافع عن شرعيتي مش شرعيتي كمرتضى شرعية رئيس نادي او اتحل مجلس الاداره بدافع عن اراده جمال عموميه كان بيقول لك ايه الزمالك ما بيكسبش عشان مرتضى وانا بترافع في الاستاد وبعدين تلعب في المحكمه لما ممدوح عباس بقى رفع قضايا حتى في الاتحاد الدولي والمحاكم الدوليه مفيش بني ادم نطق خالص ولا قال ده بقى بيعطل المسيره ولا الكلام ده حاجه بصراحه شيء مقرف. بص يا سيدي دول اخوان المسلمين ورايا ورامي لكح ورامي لكح جنبي والشيخ رجب حميده انا في مجلس الشعب انا عملت استجوابات بعمل استجوابات ضد الفساد